في رسالة أخرى بعث بها أحد المستمعين يقول: ما حكم الصلاة حول من يرتكب بعض المعاصي، وما حكم صلاة المأمومين والحالة هذه؟ الواجب أن يكون الإمام على أحسن صفة في الاستقامة والبعد عن المعاصي والعمل بالطاعات والأخلاق الفاضلة، لأنه قدوة. ولكن العصمة لا يمكن حصولها لكل أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يقع الإنسان في معاصي، لكن باب التوبة مفتوح. تاب الله عليه الإمام وغيره، ومن تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له. أما إذا كان يفعل المعاصي مصرا عليها ويتظاهر بها، فهذا لا ينبغي أن يتخذ إماما، لأن الناس يقتدون به. المعاصي الظاهرة التي يراها الناس عليه كالإسبال، حلق اللحية، شرب الدخان وغير ذلك من المعاصي، أو إذا كانت من الكبائر كشرب المسكر أو غير ذلك، فإن هذا لا يصبح للإمامة، لأنه يصبح قدوة وداعية إلى المعاصي. وفي الصلاة خلف الفاسق خلاف بين أهل العلم، هل تصح أو لا تصح، مما يدل على خطورة الأمر وصعوبة هذا الشيء، وأنه لا يتساهل فيه، لأن الإمام قدوة، يجب أن يكون على أحسن حال ممكن. نعم.